بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير، مولانا رب العالمين. حياكم الله جميعا يا دكاترة، إن شاء الله تكون أموركم منيحة ودراستكم كويسة. اليوم راح نحكي عن المحاضرة اللي بعنوان بولمونري كابيلاري داينامكس. هاي المحاضرة من الأهمية بمكان إنه أنت تصير تعرف كيف الأمور ماشية في الكابيلاريز والألفيولاي بين بعض كتنسيق، وتعرف كيف لما يصير في أبنورماليتي فيها كيف ممكن تولد أو توصل لمرحلة النيومونيا، عفوا البولمونري إديما. طيب، هذا الإشي رح نحكيه الآن بالتفصيل، وهو سهل إن شاء الله مش صعب، بده بس منكم تركيز بالبداية، بعدين خلص الأمور بتمشي. راح أشرح لكم المحاضرة هاي أنا زميلكم طارق أبو لبدة عن طريق منصة الميديكا، وزي ما اتفقنا دراستنا راح تصير من اليوم وطالع بشكل دراسة ذكية، مش دراسة اللي تعتمد على إنه أعطيها أكبر وقت ممكن، لا، إحنا بناخذ أحسن ما يمكن بأقل وقت ممكن. طيب، هذا الشيء بيكون استراتيجيتنا في الموديولات. بالموديولات الواحد مرات بفكر انه انا اذا درست 50 محاضره معناته انا راح اجيب علامه كامله او كذا، لا، مش هذا المعيار. بدك تكون تركز على الجوده زائد العدد، وهذا الشيء عن طريق انك تعرف شو المهم وشو مش مهم. وهي انا من الان قبل ما نبلش شرح المحاضره، المهمه الاستعدادات المهمه بدي امشي عليها اورجيكم اياها عشان تكتبوا عندها مهم، بحال ان زنقتوا في المحاضره وما درستوها ادرسوا هذول الاستعدادات وخلص. طيب، الاستعدادات المهمة، وهو طبعا أهم واحد بدي أورجيكم إياه هو هذا. ماشي، هذا استعداد جدا مهم، وهذا دائما اللي بيجي عليه أسئلة. طبعا أنا في المحاضرة يعني زي ما عودتكم دائما راح يكون في بنهايتها إيش؟ أسئلة. هاي المحاضرة حطيت عليها سؤالين، هذا السؤال الأول وهذا السؤال الثاني، بدي تجاوبوهم تبعثوا لي إياهم. طيب، الموضوع الثاني مهم راح اورجيكم اياه خلال المحاضره، لاني يبدو اني هون اعتبارا من هذا الستايل. طيب، انه بيحتاج شو الاشياء اللي بتخلي اللنج او الالفيولاي دراي. طيب، هذا السلايد والسلايد اللي بعده، هذا هو. فاذا الاستعدادات المهمه بينت معنا. طيب، الان نبدا بشرح المحاضره عشان ما نطول عليكم. بسم الله وعلى بركه الله. بولمونري كابيلاري داينامكس، احنا بالبدايه بنعرف من العنوان بولمونري كابيلاري، يعني احنا بنحكي عن الكابيلاريز الموجوده في البولمونري سيركوليشن، صح؟ ومينلي احنا لما نيجي نطلع على الهارت بشكل عام، انتم بتعرفوا الهارت عنده رايت سايد وليفت سايد، هاي الرايت سايد وهاي الليفت سايد. الليفت سايد هو الجهه من الليفت اتريوم للليفت فينتريكل بضخ الدم، صح؟ ومن الليفت فينتريكل بيروح بضخ لنا الدم عن طريق ايش؟ الاورطة، مظبوط، التفريعات تبعته، عشان يوديها لوين؟ على السيستميك سيركوليشن اللي هي بنسميها بيريفرال سيركوليشن. ماشي، السيستميك سيركوليشن لما تروح تودي للانسجه لمختلف الاعضاء اللي في الجسم وموضوعها كلياته مش بهاي المحاضره، موضوعها في السي في اس. طيب، لكن ضروري نعرف عنها كم من شغله عشان نروح الان نقارن بينها وبين البولمونري سيركوليشن. البولمونري سيركوليشن بدايتها من وين؟ من عند الرايت سايد، لكن الرايت سايد عشان ياخذ الدم، احنا مش حكينا في سيستم سيركوليشن، راح يرجع الدم عن طريق ايش؟ الاورده السوبيريور انفيريور فينا كلافا، وين يصبوا؟ بالرايت اتريوم. ومن الرايت اتريوم في فالف بيودي، لما يفتح بيودي الدم لوين؟ الرايت فينتريكل. والان البولمونري سيركوليشن بدها تبلش من الرايت فينتريكل، راح يضخ الدم لوين؟ عن طريق البولمونري ارتري لعند البولمونري سيركوليشن. الهدف من هذا الكلام شو؟ انه هون الاورده حملت بالسي او 2، صح؟ الناتج عن عمليات الميتابوليزم، بدها تروح تطلعه عن طريق عمليه التنفس الى الخارج وتدخل بداله الاكسجين. ماشي؟ فبتروح هون تاخذ الاكسجين الى الداخل وبتطلع ثاني اكسيد الكربون الى الخارج زي ما اتفقنا، وبتكمل دورتها عشان ترجع لوين؟ عن طريق البولمونري فينز الى الليفت سايد اوف ذا هارت، عشان الليفت سايد اوف ذا هارت يودي زي ما اتفقنا الدم الى كل انحاء الجسم. خلصنا؟ خلصنا. طيب، هاي الرسمه، هاي المعلومات بكل بساطه اللي بدنا اياها عشان ننتقل على الرسمات الاخرى. هاي المنطقه اللي هون زي ما حكيت لكم هي منطقه اللي احنا بدنا نعمل تبادل للغازات، وينها؟ لما نيجي نكبر الصوره بنلاقيها هي في الاسفل. راح تلاقي حاله انه هاي البولموناري كابيلاريز اللي ماشيه وماشي جواتها ايش؟
خلايا الدم حمراء، وهون ساعتها راح تطرد ثاني اكسيد الكربون لوين؟ الالفيولس، اللي بطريقه راح تطلعه مع الهواء صح، وراح تاخذ ايش؟ راح تاخذ الاو 2 عشان ترجع على السيركوليشن وتمشي. فهي تمرت طريقها، طلعت الفضلات واخذت الاكسجين. اتفقنا؟ اتفقنا. وين هذا الحكي صار؟ في الالفيولاي. طيب الان معلومه اضافيه، هاي الكابيلاريز، هاي الالفيولاي صح؟ هذا الجدار تبع الالفيولاي، وهاي هنا الجدار تبع الكابيلاريز. طب هذا الابيض شو؟ هذا الابيض هو عباره عن الانترستيشن سبيس. طيب انترستيشن سبيس، انظروني القلم عم بمشي بعيد. هذا انترستيشن سبيس، تعالوا شوفوا هنا، طلعوا هاي البلد فيسلز الحمراء زي ما اتفقنا، وهي البيضة هي الالفيولاي، وهي الجدار ماشي، الجدار اللي هو الانترستيشن اللي هو لونه هنا بالازرق جاي. هذا الانترستيشن بهمنا عشان نعرف كمان شوي شو الطبيعي تبعه وشو اللي مش طبيعي. تمام، هاي الرسمه اللي في الاعلى محور شغلنا راح يكون زي ما اتفقنا. السيركوليشن كيف تمشي؟ احنا الان هاي الليفت سايد، الليفت سايد راح يضخ الدم لوين؟ لكل انحاء الجسم عشان يفوت بالسيستم السيركوليشن. طيب لما يضخ لكل انحاء الجسم بده ضغط عالي ولا بدوش؟ بده ضغط عالي مزبوط. هذا الضغط العالي بيكون 120 لما تيجي تقيسه السيستول، اوكي؟ فبيضخ الدم، بضخه بقوه عاليه. عشان هيك انا حبيت الفت نظرك ل 120، عشان هون راح تشوفوا بالرايت سايد نفس الشيء، الرايت فينتريكل 25، يعني تخيل اقل ب 100 تقريبا ماشي. المهم خلينا نكمل مع السيستم السيركوليشن. طلع الدم عن طريق الارتري، راح على الكابيلاريز، ومن الكابيلاريز رجع عن طريق الفينز ماشي. للمقارنه بس، طلعوا لما وصل الكابيلاريز هون 30، بينما هون راح تشوفوا البولمونري سيركوليشن لما وصلت الكابيلاريز كان 8. هذا ناخذ انطباع عام من هذا الكلام كلياته، انه السيستم سيركوليشن ضغطها اعلى من البولمونري سيركوليشن. هاي الخلاصه اللي بدنا اياها الان، كمان شو راح نحكي عن اشياء ثانيه. طيب المهم لما وصل لعند رجع عن طريق الفين سوبيرو انفيرو فينتابا، اتفقنا وين راح يروح؟ على الرايت اتريوم، على الرايت اتريوم، وانا رسمت لكم اياها هون الذي بيحب يربط يعني. هاي رايت اتريوم وسطول الدم صح؟ الان بده ينزل لوين؟ للرايت فينتريكل، وهاي الرايت فينتريكل. اوكي؟ الان الرايت فينتريكل وظيفته يضخ الدم عشان يوديه على الرئتين للعمليه تاعت تبادل الغازات زي ما اتفقنا. فلما اجى بده يضخ الدم للبولمونري سيركوليشن، قديش كان الضغط لما قسناه؟ 25. فاذا اول مقارنه انه هون كان 120 هون صار 25، فالضغط بالرايت فينتريكل اقل. ضخ في البولمونري ارتري ووصل لعند بدايه الكابيلاريز، قديش؟ 12 تمام؟ وهون بالكابيلاريز صار في تبادل غازات ماشي، الجاز اكستشينج السي او 2 والاو 2 اتفقنا؟ وبعدين طلع من الكابيلاريز ورجع عن طريق ايش؟ البولمونري فينز زي ما اتفقنا لوين؟ للليفت اتريوم. والليفت اتريوم راح بدوره يودي للليفت فينتريكل، والليفت فينتريكل راح يضخ الدم من اول وجديد بالسيستم سيركوليشن. تمام؟ هذا التسلسل عدته مرتين بس عشان نربطه مع بعضنا. طيب؟ لانه كمان شوي راح تشوفوا كل القيم اللي راح يحكي لي اياها راح تفيدني بفكره السوائل من وين لوين راح تمشي. طيب؟ يلا. الان هاي رسمه بسيطه عشان نعتبرها مقدمه. وهاي المخطط هذا نفس الرسمه اللي حكيناها، بس بدي احكي لك انه بشكل عام لما تيجي تطلع بتلاقي السيستم سيركوليشن ضغط تبعها من 100 الى 80 تقريبا صح؟ ولما تيجي تطلع على البولمونري سيركوليشن من الليفت سايد تلاقي من 25 الى 80. يعني هون تطلع هاي ربط الصورتين مع بعض، بلشنا ب 120 صح؟ بحكي لك بتلاقي حالك وصلت ل 80 دايستور. هون لا 25 لغايه 8. طيب هاي الصوره بنفس الكلام، مش كثير مهمات يعني. الآن هاي الصورة أهمية بالغة وقصوى للفهم. طيب الآن الشكل اللي تخيلناه في الأعلى، إنه والله شو حكينا؟ في عندنا الفيولاي، هاي كبر الصورة هون، في عندنا الفيولاي، ولو طلعنا باتجاه الخارجي يعني الفيولاي، بعدين في عندك انترستيشن سبيس، بعدين عندك كابيلاريز صح؟ هاي هون نفس الشيء. الهدف عشان تشوف انه الكابيلاريز عشان تودي
CO2 للالفيولاي بده تعبر بالانترستيشن. الاو 2 عشان يجي للكابيلاريز بده يعبر الانترستيشن، يعني الفيولاي انترستيشن ايش كابيلاري. هذا مهم لانه لو قلت لك تخيل هذا الطريق انا طولته على الاكسجين، بمعنى حطيت حواجز هون، كان لهون مثلا في عباره عن سوائل، فالاكسجين عشان يوصل للكابيلاريز لازم يعبر هاي السوائل كلها، فهمت الفكره؟ فهاي النقطه اللي بنحكي فيها بالبونر ايديما على سبيل المثال. طيب الان معنى الكلام الرسمه اللي موجوده هون، حركه السوائل هاي اللي بنحكي عنها احنا خاضعه الى اكثر من قوه عشان نشوف القوه المحصله. يعني احنا لو افترضنا ناس بتلعب شد حبل على سبيل المثال، وبالطرف هذا في اثنين وبالطرف هذا في ثلاثة، وكل واحد كقوة عنده 10 كقيمة، يعني خلينا نحكي زي عشوائيا، وفي حبل بيناتهم، مين النتيجة النهائية وين راح تكون؟ أنت راح تحكي لي بهذا الاتجاه. ليش؟ لأنه هون 10 و10 10 هاي 30، وهون 10 و10 هاي 20، والاتجاهين عكس بعض، فبالتالي 30 ناقص 20 يساوي 10 والغلبة لهذول، صح؟ هذا الجمع اللي أنت عملته جمع جبري، جمع جبري، ما حكيت انه والله هنا ثلاثة وهنا اثنين وكل واحد قوته 10 معناته قوتهم 50، لا، انت جمعت كمقادير وطرحت لانه الاتجاه مختلف، صح؟ هذا الاشي اللي راح نطبقه حاليا على الكابيلاريز. لو اجينا شفنا حركة السوائل والفلويد اللي هو البلد وهي الامور خاضعة على شو؟ خاضعة على عدة قوة. عندنا قوتين اساسية، هايدروستاتيك بريشر، وعندنا اوزموتيك بريشر او كولويد اونكوتيك بريشر، نفس الاسم. طيب هيدروستاتيك بريشر عشان نشوف احنا شو الاسطح اللي تخضع لهاي التنافسيه، يعني من القوى هاي عندنا الكابيلاريز وعندنا الانترستيشيوم اللي هو هون هذه المنطقه اللي بالنص انترستيشيوم، وهي الالفيولاي اللي راح يوصلها السوائل اللي هي اما توصل للسوائل اللي عندها او تنشفط شفط عن طريق الليمفاتكس زي ما راح نحكي كمان شوي، ماشي؟ طيب بناء على هذا الكلام شو القوة المؤثرة وشو اتجاهاتها؟ طيب هون الفهم لازم يكون. لو اجينا رحنا على الكابيلاري وجدنا انه فيها قوتين اساسيات. القوتين الاساسيات طبعا هاي موجب وسالب، هاي دلالة للاتجاه فقط، اما يمين واما شمال. طيب يعني اما من داخل الى خارج الكابيلاري او من خارج الى داخل الكابيلاري مثلا. فما تاخذوا كقيمة هي فكرتها اتجاهات. فانتوا خذوا الاسهم الان، خذوا الارقام مجرده والاسهم كاتجاه. لو انتلتم اياهم بلون معين، الازرق دلاله انه كلهم بنفس الاتجاه والاحمر انه باتجاه مختلف. طيب نبلش بالهيدروستاتيك بريشر. الهيدروستاتيك بريشر اللي جوا الكابيلاريز هو الضغط اللي بيمارسه البلد وهو ماشي جوا الكابيلاري عشان يدفش المواد الى الخارج. الى الخارج لوين يعني؟ من خارج الكابيلاري باتجاه الانترستيشيال سبيس. ومن الانترستيشال سبيس هو بدوره اما راح يوديها لهون او راح تنشفط هون. طبعا هو بيسوي الثنتين، يعني اذا هون كميه قليله جدا اللي بتروح عشان تخلي بس الالفيولاي شوي مويست رطبه، والباقي راح ينشفط عن طريق الليمفاتكس، تمام؟ فاذا الهيدروستاتيك بريشر قيمته قديش لما وجدناه؟ قيمته كانت 7. اتجاهه لوين؟ اتجاهه الى الخارج، من داخل الى خارج الكابيلاري. طيب فعشان احنا الان نجمع القوة جنب بعض، بدي الون هنا هاي باللون الازرق على سبيل المثال القوة اللي بتأثر بهذا الاتجاه، وباللون الاحمر القوة اللي بتأثر بهذا الاتجاه. طيب عشان نحطهم كلهم تحت بعض ونشوف شو القيم. طيب بناء عليه لو كملنا شرح، اذا هيدروستاتيك بريشر الضغط اللي يمارسه البلد عشان يطلع المواد من جواته الى براته، عشان يطلع زي ما اتفقنا ثاني اكسيد الكربون على سبيل المثال. طيب هذا الهيدروستاتيك بريشر، في كمان هيدروستاتيك بريشر بالانترستيشيوم، نعم موجود. قديش قيمته؟ وجدناها 8. طيب هاي القيمه 8 اتجاهها لوين؟ حتلاقي اتجاهها برضه بهذا الاتجاه. والسبب ليش؟ اذا ذاكرين بالمحاضره السابقه اللي كنا نحكي فيها عن الانترابلورال بريشر والسالبيه والنيجاتيفيتي تبعته، هاي بتزيد هون على اساس تشفط زي ساكشن، ماشي؟
وهذا بتشفط، وخاصة إنه عندك ليمفاتكس، الليمفاتكس شغالة زي الشفاطة أو المصاصة عشان تسحب السوائل من إنها تتجمع هون وتتراكم، فتسحبها من هون وترجعها على السيركوليشن من جهة ثانية. طيب ما نخسرها يعني، لأنه إذا تراكمت راح تسوي لي إديمة، إديمة اللي هي تجمع سوائل، وأنا بديش إياها تتراكم، فهذا دور الليمفاتكس. طيب فإذا كقيمة وجدنا إنه شو يساوي؟ يساوي 8. اتجاهه لوين؟ اتجاه شفط بهذا الاتجاه، تمام؟ فإذا كمحصلة بهذا الاتجاه اللي رسمناها تحت، شو القوتين اللي صاروا لغاية هسه معنا؟ القيمة الأولى اللي هي 7 اللي هي هيدروستاتيك بريشر تبعت الكبيلاري نفسها، والقيمة الثانية مقدارها 8 اللي هي عبارة عن الهيدروستاتيك بريشر تبع الانترستيشيوم، مظبوط؟ فإذا الهيدروستاتيك بريشر كقوة مؤثرة على الأطراف اللي موجودة خلصناه. طيب نروح على الشيء اللي بنسميه أوزموتيك بريشر أو أونكوتيك بريشر. كلمة أوزموتيك بريشر تعني البريشر الذي تمارسه أو تصنعه البروتينات، ماشي؟ البروتينات اللي متراكمة بالوسط. هاي البروتينات لها كثير يعني أسماء ولها كثير أنواع، أبرزها وأشهرها هو الألبومين، والسبب لأنه هو أكثر إشي ولأنه كبير أكبر إشي. طيب ألبيومين، هذا الألبيومين بيكون متراكم، لما يتجمع بأي مكان بيولد برشر. لكن الميزة بهذا البرشر، البرشر يعتبر برشر ساحب وليس طارد، بمعنى راح يسحب الأشياء باتجاه الدم. لما يكون ماشي هنا بهذا الاتجاه على سبيل المثال، بيكون جواته بروتينات. طب يجي الأم يمارس الضغط عشان يطلعها لبرا، لما تيجي تلاقي الجدار تبع الكابيلاري تجد انه فيه فتحات عشان يطلع منه المواد، ولكن الفتحات هاي حجمها اصغر من حجم البروتين اللي هو الالبومين على سبيل المثال، فما راح يقدر يطلع برا. فلما ما راح يقدر يطلع برا راح يتجمع جوا الكابيلاري، لما يتجمع جوا الكابيلاري راح يولد هذا البرشر اللي سميناه اوزموتيك برشر. وهذا الاوزموتيك برشر زي ما اتفقنا راح يكون برشر ساحب شافط، ماشي؟ فبالتالي راح تكون قوة سحب إلى الداخل، فهمتوا علي؟ فقوة سحب إلى الداخل راح يولدها إيش؟ الأوزموتيك برشر. فإذا هون اتفقنا إنه هاي في أوزموتيك برشر بالكابيلاريز، ولكن وقيمته 28، قيمته كبيرة إذا لاحظتوا، ولكن اتجاهها لوين؟ اتجاهها عكسي، ماشي؟ اتجاهها من الخارج إلى الداخل، يعني هي بتحاول تشفط المواد اللي موجودة برا بالإنترستيشيوم لوين؟ تفوتها لجوا الكابيلاريز. طيب قيمتها قديش؟ 28، اتجاهها الى الداخل. فاذا طالما الى الداخل معناته هون بدنا نكتبها 28. طيب بعد هيك الاوزموتيك بريشر الذي يوجد في الانترستيشيال سبيس قديش قيمته؟ وجد انه قيمته سالب، قيمته 14. طيب قيمته 14 اتجاهه لوين؟ باتجاهه لانه شفط، صح؟ فهو طالما البروتينات متجمعة هون راح تشفط الأشياء باتجاهها، فراح تشفط هي من الداخل إلى الخارج، ماشي؟ من الداخل إلى الخارج. فإذا لو طلعنا على السهمين وين بحطها؟ بحطها هون تحت، صح؟ فبروح هاي اللون الأزرق بروح بحطها هون. قديش قيمتها حكينا؟ قيمتها 14. هاي 14. شو سوينا إحنا هيتا؟ شفنا والله قديش القوة أو شو هي القوة المحصلة أو القوة المؤثرة على هذا السطح. عشان الآن نروح نشوف شو القوة المحصلة المؤثرة اللي بنسميها النت فلتريشن. هسه راح تشوفه نشوف والله قد يعني السوائل لو سألتك الآن راح تتحرك من أين إلى أين، راح تحكي لي لازم أشوف شو القوة المؤثرة، وبناء عليه أشوف وين المحصلة رايحة، صح؟ فأنت الآن جمعت القوة المحصلة، حددت شو هي، تعال اجمع 7 + 8 = 15، صح؟ طيب 15 + 14 قديش الناتج؟ يساوي 29. والاتجاه لوين؟ اتجاه لهيك. طيب على الضفة الأخرى، على الضفة الأخرى شو القوة المؤثرة؟ بس واحدة. قديش قيمتها؟ 28. هاي 28 بأي اتجاه؟ بهذا الاتجاه. طيب فإذا قوتين متعاكستين، شو بعمل؟ بجمع ولا بطرح؟ بدي أطرح. إذا بطرح 29 ناقص 28، 29 ناقص 28 منطقيا أكيد بتعرفوها نتيجة تساوي 1، والواحد هذا موجب ولا سالب؟
موجب واحد. موجب واحد اللي هي الدلالة على الاتجاه. طيب أوكي، طالما موجب واحد بالغلبة للقوة اللي بتحرك بالاتجاه اللي رايح هيك. فإذا خليني أمسح كل قوة معاكسة لهذا الاتجاه، بلاقي إني مسحت الأشياء هاي كلها هيك، صفى النت فورس هو الموجب واحد بالاتجاه إيش؟ باتجاه اليمين. إذا من داخل الكابيلاريز إلى خارجها، من داخل الكابيلاريز إلى خارجها، اتفقنا؟ هاي الحركة اللي موجودة في الكابيلاريز، pressures causing fluid movement، تمام؟ هاي الضغط اللي بده يخلي الفلويد انها تتحرك. وزي ما اتفقنا دائما عشان يصير في تحرك للسوائل لازم يكون في فرق بالضغط، ماشي؟ عشان يصير تنتقل المواد من الضغط الاعلى للضغط المنخفض. اتفقنا على هذا الكلام؟ هذا السلايد هو محور المحاضره. فاذا خلصنا وفهمنا جمع الاتجاهات هاي كلها، راح نريح حالنا بشرح باقي المحاضره، تمام؟ هاي النت فورس قديش يساوي؟ واحد. طيب هذا الكلام بده يعيد لي اياه اللي احنا شرحناه قبل شوي. بحكي لي هاي القوه كلياتها اللي شرحناها شو اسمها؟ اسمها ستارلينج فورسز. هاي اول كلمه بدنا نعرفها، هاي ستارلينج فورسز. هذا العالم ستارلينج اجى وقال لك عشان نعرف شو القوه او النت فلتريشن بريشر لازم نعرف شو القوه المؤثره. طيب فالستارلينج فورسز افكتنج بالمونري كابيلاري. كابيلاري اول وحده، طبعا هم اربعه اللي ذكرناهم لكن بلش فيهم واحده واحده. حاولت الون لكم اياهم بالوان مميزه عشان نوضح الكلام، وهاي الصور كررتها بكل سلايد عشان تضلكم متذكرينها وما تنسوها. يلا خلينا نبلش. بسم الله. اول واحده بحكي لك هي عباره عن البولموناري كابيلاري بريشر اللي هو الهيدروستاتيك بريشر، ماشي؟ هيدروستاتيك بريشر. طبعا راح تلاحظ كل شوي راح يقارن لك اياها بالبريفرال سيركيوليشن. احنا الان خلص من الرسمه الاولى فهمنا انه دائما البريفرال سيركيوليشن ضغط فيها اعلى والبولموناري سيركيوليشن ضغط فيها اقل. هاي باختصار الان بس يعني ككلام. اول واحده اللي هي الهيدروستاتيك بريشر او سميناها بولموناري كابيلاري بريشر قليل مقارنه بايش؟ بالبريفرال سيركوليشن. قديش قيمته؟ قيمته 7 مقارنه هنا كان 17، تمام؟ فاذا اول شغله اللي هو بولموناري كابيلاري بريشر قيمته 7 in comparison with a considerable higher functional capillary pressure الموجود بالبريفرال سيركوليشن. اتفقنا خلاص نسوها هاي، بس انه اعرف انه البولموناري كابيلاري بريشر هذا اول واحد بيأثر. اثنين الانترستيشيال فلويد بريشر، البريشر اللي موجود هون زي ما اتفقنا. ايش هو هذا الانترستيشيال فلويد بريشر اللي هو الهيدروستاتيك بريشر اللي هنا تجولنا؟ حكينا قديش؟ نيجاتيف سالب 8، بس هون كاتب لك ايش؟ سلايتلي مور نيجاتيف من البريفرال سبكوتينيوس تيشو، تمام؟ اذا كان البريفرال سبكوتينيوس تيشو مثلا سالب 4 او سالب 5 هذا سالب 8، ماشي؟ فكمقارنة هذا أكثر سالبية. This has been measured by measuring the absorption pressure of fluid from the alveoli. يعني قسناه بهذه الطريقة إنه شفنا والله قديش absorption pressure من الالفيولاي، عرفنا إنه سالب 8 فأعطينا قيمة سالب 8. طيب فإذا أول قوتين الآن في هذا السلايد مذكورات، هم وين موجودات؟ هم الهيدروستاتيك بريشر اللي هو 7 والهيدروستاتيك بريشر تبع الانترستيشيوم برضه طبعا هذا كمان 8 بس في اتجاهات، هذا سالب 8 اتفقنا. اوكي طيب الان القوه الثالثه المؤثره شو هي؟ اللي هي كولويد اوزموتيك بريشر من اي جهه؟ اللي من جهه ايش؟ خارجيه الانترستيشن 14، تمام؟ فبحكي لك بولموناري كابيلاريز ار ريلاتيفلي ليكي تو بروتين مولكيولز. يعني اتفقنا اي اوزموتيك بريشر يعني هو البريشر الناتج من تجمع مين؟ البروتينات، صح؟ وخاصة الألبومين. فبحكي لك الكابيلاريز هاي بشكل عام لو اجيت تطلع عليها بتلاقيها قليل جدا انها تطلع البروتينات من جواتها، ماشي؟ اذا ريلاتيفلي ليكي تو بروتين يعني بروتين مولكيول. لذلك بحكي لك ال so that colloid osmotic pressure of the pulmonary interstitial fluid is about 14، تمام؟ in comparison with less than half this value in the peripheral tissue. بمعنى انه البريفرال تيشوز بيكون اكثر منه، تمام؟ لانه هناك انا ضروري اني ازودهم بالاكسجين واخذ منهم ثاني اكسيد الكربون، هنا العمليه بيكون كحاجه اقل وكقوه اقل، مضبوط؟ فاذا هون بحكي لك انه كمان هاي ما راح تطلع البروتينات يعني تطلعها لهون او تمشيها لبرا، فبتجمع هون
وبتسوي لك عدد معين من البروتينات اللي بتشكل لك بريشر، سميناه كلويدز بريشر، قيمته 14. الان لو رحنا على الضفه الاخرى، هاي اخر قوه وهي الوحيده الان اللي باتجاه العكسي اللي هي جاي هيك. شو هي؟ البلازما. لاحظ هاي بلازما سميناها عشان تميزها، بلازما كلويد أوزموتيك بريشر. هاي قيمتها 28، اتجاهها لوين؟ زي ما اتفقنا اتجاه الداخل، لانها بالبلازما، بلازما الدم. اوكي طيب، فاذا الاولى البلمونري انترستيشال فلويد هناك سوى أوزموتيك بريشر قيمته 14، وهاي بلازما سوى 28. لاحظنا كقيم راح نجمع السبعه لانه بهذا الاتجاه، وبرضه الثمانيه راح نجمعها معها لانه برضه بنفس الاتجاه، وراح نجمع معهم مين؟ ال 14. طبعا انا في اسهم هنا كمان شكلهم زي حال، انتوا خذوا الاسهم اللي بالصوره اللي قبل. طيب ونفس الشيء حكينا بنجمع مين؟ ال 14 لانه بهذا الاتجاه، طلعوا 29 وهذه كانت 28 بهذا الاتجاه، فحكينا قوتين متعاكسات نطرحهم والطرح ونشوف النتيجه لمين، لصالح مين. فطالما النتيجه لصالح الموجب فبكون الاتجاه باتجاههم اللي هم من اليسار الى اليمين. اتفقنا؟ فانا هاي الاربع قوى المؤثره حاولت اباعد وانسق الكلام عشان يصير اسهل للحفظ والدراسه. ماشي؟ طيب طبعا هاي كمان برضه الاسهم زي حالها، راح اضبط السلايد واودي لكم اياه وهو ضابط ان شاء الله. طيب هون شو كاتب لك؟ الستار رينفورس تكمل لهذا الكلام. The alveolar wall is extremely thin. الجدار تبع الالفيولاي هذا يعتبر thin. ماشي؟ كسمك thickness قليل. ليش؟ هسه راح تعرفوا ليش وتشوفوا شو أهمية هذا الكلام. And the alveolar epithelium is so weak. الإبيثيليوم اللي بغطي الالفيولاي كمان weak. That it can be ruptured by any positive pressure. يعني لو كان هون البرشر أكبر كقيمة من القيمة اللي إحنا حكيناها، فبالتالي راح يصير يدفش المواد اللي طالعة من الكتلة الداخل. احتفظنا هاي شو المواد اللي تطلع هون؟ هي السوائل، صح؟ هاي السوائل والرشوحات بكمية بسيطة بتكون وبسحبها الجسم عشان ما تتراكم هون وتجمع وتأثر على الألفيولاي. لكن للحظة من اللحظات إذا كان كثير، يعني مثلا كان إحنا حكينا الطبيعي بوزيتيف 1، إذا كان والله واصل بوزيتيف 50 خلينا نفترض، ساعتها الجسم ما راح يقدر يتاقلم معها، فراح تصير تفوت السوائل لوين؟ لللنج. تخيل والله الفيولاي اللي لازم تكون دائما فيها بس هواء صار فيها مي، الواحد مش راح يقدر يتنفس، صح ولا لا؟ فبيحكي لك هون انه اذا صار في ربتشر هذا الوول تبع الالفيولاي كثير ثن لدرجه انه صار اذا صار البريشر براتها بوزيتيف معناته راح يدفش اشياء لجواتها، صح؟ يسوي لها ربتشر زي كانها بايش؟ تنفجع. And then by any positive pressure موجود وين؟ بالinterstitial spaces. وهذا اللي pressure الموجود بالinterstitial space إذا كان greater than alveolar air pressure. ماشي؟ يعني greater than zero اللي هو نفس ال pressure اللي موجود في الاتموسفيريك pressure. شرحناها في المحاضرة الماضية هي كلمة zero. فتخيل بالله إنه الالفيولاي صارت معرضة لضغط أعلى منها وبالتالي بطلت قادرة تتحمل فانفجرت. which allows dumping of fluid. هذا بيسمح بالفلويد انها تصير تنط من الانترستيشيوم from interstitial spaces الى الالفيولاي زي ما انا رسمت لكم بالرسمه. واذا تجمعت راح يصير في إديما والشرح تبعها راح يجي كمان شوي. تمام؟ طيب. لذلك كاعاده للكلام بحكي لك the dynamics of fluid exchange الحركيه تبعت هاي الفلويد انها تنتقل من والى بحكي لك across the lung capillary membranes are qualitatively the same for peripheral tissues. يعني من حيث الكواليتي زيها زي الكابيلاريز اللي موجوده بالبيرفرال تيشوز. تتحكم والله انه في كابيلاري اند، في عندك ارتيريال سايد، في عندك فينس سايد، وراح نشرحها بالتفصيل هاي اللي قدام. بس مبدئيا ككواليتي ما فيش فرق بينها وبين البيرفرال تيشوز، ولكن الكوانتيتي هي اللي بتشكل عباره عن important difference. لو تيجي تتطلع بهذا الجدول، هاي الصورة خلاص كررناها كثير، طلع على هذا الجدول نفس الشيء معاد برضه بحكي لك لو اجيت تجمع forces tending to cause movement of fluid outward from the capillaries and into the pulmonary interstitium. يعني من الكابيلاريز لوين؟ للانترستيشن. بمعنى ذكره بحكي لك بهذا الاتجاه.
شو هي القوة؟ اتفقنا على انه الكابيلاري بريشر اللي هو الهيدروستاتيك بريشر تبعها كانت قيمته 7 صح؟ واتفقنا على النيجاتيف انترستيشال فلويد بريشر كان قيمته 8 مظبوط؟ وبعدها كان الانترستيشال فلويد كلويد اوزموتيك بريشر اللي هو هذا 14 كله بنفس الاتجاه فجمعناهم طلعوا قديش 29. طيب ايش القوة العكسية لها؟ بحكي لك forces tending to cause absorption of fluid into the capillaries. هاي الفلويد موجودة وين؟ عفوا بدنا نوديها لوين؟ باتجاه الكابيلاري اللي هو البروتينات اللي متجمعة في الداخل كانت قيمتها اللي هي بلازما كولويد كانت قيمتها 28. هاي القوة المحصلة. فروحنا شفنا 29 وطرحناها من 28 كونهم عكس بعض طلعت بوزيتيف 1 ماشي؟ فبحكي لك هنا هاي النتيجة اللي حكيناها مين فلتريشن بريشر مين فلتر يعني فلتريشن يعني انا لوين كفلتريشن بيوصل من الداخل الى الخارج او من الخارج الى الداخل طيب وهذا كلام هو اللي مشروح بحكي لك thus the normal outward forces لاحظ انا حاطتها ببولد عشان تنتبهوا لها بحكي لك هنا النورمال outward forces slightly greater than inward forces يعني موجب واحد بس صح provided a mean filtration pressure at the pulmonary capillary membrane this can be calculated as follows زي ما اتفقنا يعني احنا عم نعيد الحكي يعني thus filtration pressure this filtration pressure causes a slight continual flow of fluid هذا filtration pressure اللي سميناه net filtration pressure او mean filtration pressure اللي هو موجب واحد بيساعد انه يصير في تحرك للفلويد تدفق للفلويد بشكل متواصل من البولمونري كابيلاريز زي ما اتفقنا هون الى انترستيشال سبيسز هون مظبوط لغايه هون هذا الكلام يعني معاد ومكرر ان شاء الله يعني ما تحتاجوا تراجعوا بعد خالص ان اكسبت فروم ا سمول اماونت بس في كميه بسيطه جدا شو بصير فيها هاي الكميه بحكي لك ايفابوريتس ان ذا الفيولاي بس هاي بتزرق لوين الالفيولاي شويه بتفوت تمام يعني بصير لها ايفابوريشن اوكي هذا الفلويد بحكي لك is pumped back to the circulation هذا الفلويد مش حكينا تجمع هون طيب شو راح يصير فيه؟ راح يضلوا هون؟ لا بحكي لي بيرجع للسيركوليشن كيف بيرجع للسيركوليشن؟ pulmonary lymphatic system عن طريق الليمفاتيك سيريموني بتشتغل زي مصاصة زي ما اتفقنا اوكي بتروح بس تشوف سوائل موجودة هون هي تعالي ارجعك معي على السيركوليشن مرة ثانية عشان نستفيد منه تمام؟ فاذا هاي الميكانيزم اللي بتصير فيها تبادل جاز اكسشينج او الفلويد موفمنت الان ننتقل لموضوع مهم بحكي لك طيب الالفيولاي مش هاي الالفيولاي هون مش هاي الالفيولاي بحكي لك شو السبب اللي بده يخليها دراي يعني ليش ما صارت ويت ليش ما السوائل ضلت تفوت عليها ماشي شو اللي بيمنع يعني السوائل اللي بتتجمع هون شو اللي بيمنعها انها تفوت هذا السؤال بحكي لك نيجاتيف بولمونري interstitial pressure and the mechanism of keeping alveoli dry هاي اكتبوا عند هذا السلايد مهم ماشي هذا السلايد حطوا عنده كلمة مهمة وحطيت لكم عليه سؤال بالآخر هاي غششتكم بحكي لك ال negative pulmonary interstitial pressure هذا اللي هو مش كان نيجاتيف وبحكي لك شو اللي بخلي الالفيولاي دراي مش ويت بدي يحكي لك الآن الاعتقاد اللي كان سائد زمان عشان الآن يحكي لك شو الصح One of the most important problems in the lung function is to understand why the alveoli don't normally fill with fluid يعني واحدة من أصعب الأشياء أو أهم الأشياء اللي أو المشاكل اللي كانت تواجههم إنه يفهموا ليش الالفيولاي بشكل نورمال ما بتتعبى بالفلويد زي ما شفنا قبل شوي Once First inclination is to think that the alveoli epithelium is strong enough and continuous enough to keep fluid from leaking out of the interstitial space into the alveoli. باختصار وبكل بساطة عشان ما تخافوا من هاي الكلمة. بحكي لك كان يعتقد هاي على الصورة أوضح وأحسن إن والله الالفيولاي هاي قوية بما يكفي يعني قوية بما يكفي معناته الثيكنس تبع الوول تبعها أكبر وكونتينيوس بما يكفي معناته ما عندها هاي الفراغات اللي انتم شايفينها هون كانوا يعني زي كانوا بيحكوا لك انه هيك كان شكل الالفيولار وول كبير وكونتينيوس ما فيه بورز تمام
فكانوا يعتقدوا انه لانها قويه بما يكفي وما فيها فورس معناته شو؟ هذا الشيء اللي كان يخلي لما تيجي السوائل تفوت ما يتم السماح لها. تمام؟ فهذا كان اعتقادهم سابقا. لو تيجي تعيد الجمله الان بتلاقوا انه كانوا يفكروا انه الالفيولار ابيثيريوم، هذا الابيثيريوم اللي موجود بالالفيولاي قوي بما يكفي ومتواصل بما يكفي، يعني ما فيه فراغات، انه يخلي هاي الفلويد ما تعمل ليكينج اوت من الانترستيشن سبيس باتجاه الالفيولاي. طيب، لكن this is not true because experiments تجارب اثبتت انه always في دائما opening between alveoli epithelial cells، تمام، بين الوحدة والتانية، through which even large protein molecules as well as water and electrolytes can pass. بحكيها فيها فتحات قد تسمح حتى لل large protein molecules والwater والelectrolytes انها تمر من خلالها. تمام، فاذا الاعتقاد هذا انه هذا هو السبب اللي خلى الالفيولاي دراي فهو اعتقاد خاطئ. طيب شو الصح؟ بحكي لك it is clear that whenever extra fluid appears in the alveoli it will simply be sucked mechanically. يعني اذا صار في فلويد تجمع اكثر في الالفيولاي راح يصير sucking mechanically، يعني شفط into the lung interstitium، الانترستيشن اللي موجود حوالين الالفيولاي، through a small opening between alveolar epithelial cells. ورجتكم اياها بالصوره في الاعلى. Then the excessive fluid هذا اللي راح للانترستيشن سبيس is either carried away through lymphatics زي ما اتفقنا، او انه يتم امتصاصه into pulmonary capillaries، يعني انه الكابيلاريز نفسها تمتص، يعني الخيارات اللي امامه اما انه، شايفين الصورة ليش مهمة وحلوة؟ إما إنه يتم امتصاصه عن طريق الليمفاتكس وينزل معها، أو إنه محتاج جزء منه بيرجع لهون عن طريق الكابيلاريز نفسه، فبالتالي ما بيفوت لهون. فهمتوا الفكرة؟ يعني هذول المصيرين تبعهم، إنه راح يصير له ساكنج ميكانيكي. Thus under normal conditions the alveoli are kept dry. وهذا الإشي اللي بيخلي الألفيولاي dry. Except for a small amount زي ما اتفقنا of fluid that seems تتسرب من الابيثيليوم تبع الالفيولاي لحتى تعمل شو؟ lining للسيرفس تبع الالفيولاي عشان يخليه شوي مويست، يخليه رطب، تمام؟ زي السيرفاكتن، اوكي؟ فهذا الاشي مهم جدا نعرف اذا اللي بخلي السبب دراي اذا لا في ميكانيزم بصير ساكشنينج للاشياء اللي موجوده في الانترستيشن، مش انه جدار الالفيولاي مغلق وقوي ما بيسمح للفلويدز انها تفوت، لا مرات بتفوت خاصه بالبلمونر ايديما، تمام؟ لما هاي الميكانيزم اللي حكيناها تنضرب بس راح نحكي عنها، اوكي؟ هذا استايد مهم. طيب الاستايد الثاني بلمونر ايديما. بلمونر ايديما هو عباره عن تجمع للسوائل جوا الالفيولاي، شفنا صوره الالفيولاي صح؟ هاي الالفيولاي اذا تجمع جواتها سوائل هاي بنسميها بلمونر ايديما. هاي البولمونري إديما بحكي لك most common causes، يعني في لها أسباب مشهورة، تعالوا خلينا نحكي عنها. أهم إشي بحكي لك left sided heart failure. left sided heart failure هاي صورة عشان تشرحه، بحكي لك هنا هاي left side اللي هو باللون الأحمر، left atrium راح يودي الدم لوين؟ left ventricle، عن طريق شو؟ عن طريق الفال. شو اسم الفال؟ مايترال فال. طيب مايترال موجود بالليف، فاذا انتقلت من ليفت اتريوم عن طريق المايترال فال الى الليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل راح يضخ الدم لوين؟ للسيستميك سيركوليشن، هاي وظيفته الطبيعيه. الان صار في عندي هارت فيلير، هذا الهارت فيلير بمعنى مش انه فشل هو فشل عضله في القلب، بس مش انه بتضخش بالمره، لا بتضخ ولكن الكفاءه تبعتها بتقل. فمثلا كان الهارت دائما مع كل هارت بيت بيطلع 70 مل اللي هي الستروك فوليوم، راح نحكيها بالسي بي اس اكثر. الان الهارت مش راح يقدر يطلع هاي الكميه، فراح يطلع جزء منها ويخلي جزء، فهذا الجزء اللي تراكم بالداخل، يعني هو ضخ دم صح؟ انا اغير الرمز عشان تصير امور اوضح. ضخ الدم ولكن بكميه اقل، ضل في كميه دم موجوده وين؟ في الليفت فينتريكل.
طيب والليفت فنتريكل هل راح يظل متلف بالدمية اللي جواته؟ لا، راح يظل يجي دم من وين؟ راح يظل يجي دم من الليفت اتريوم مع كل دوره، مع كل سايكل، صح؟ من الكارديو سايكل في كل ضربه قلب في دم بده يروح ويجي، فراح يظل يجي دم من الليفت اتريوم وراح يظل يضخ دم بكفاءه قليله عن طريق سيستم السيركوليشن. فالدم راح يبلش يتراكم جوا الليفت فنتريكل ويشكل عليه ضغط، تمام؟ راح يشكل عليه ضغط، وهذا الليفت وهذا الدم اللي هو كمان راح يعمل ضغط على مين؟ على الليفت اتريوم. عشان تفهموا اكثر، زي هون مثلا اشاره مرور موقفه السيارات كلها، صح؟ فالسياره لما تصف هون او واحد بده يوقف نص الشارع او يصف بالزواج، راح ياثر على اللي وراه، اللي وراه مش راح يقدر يمشي، اللي وراه مش راح يقدر يمشي، اللي وراه مش راح يقدر يمشي، فبنسميه ايش؟ باك برشر، مع انه الطريق هيك ماشي، صح؟ بس عمل باك برشر. هذا الباك برشر، تعالوا خلينا نشوف المسار تبع الدم كيف كان يمشي طبيعي. بحكي لك هون كان يمشي طبيعي من البلمونري سيركوليشن، لاحظوا هون هاي الكابيلاريز، هون البلمونري فينز، رجع هاي الليفت اتريوم، صح؟ فالدم لما بلش يتجمع هون صار يعمل ضغط باثر رجعي، هذا الضغط اللي باثر رجعي اثر على مين؟ هاي الليفت فنتريكل، هاي الليفت اتريوم على البلمونري فينز، لاحظ على البلمونري كابيلاريز، وكمان لو السلافه صارت اكثر راح يرجع رجوع دي. احنا الان خلينا بمنطقه البلمونري كابيلاريز، تمام؟ شفتوا البلمونري كابيلاريز الفورسز ستارلينج فورسز اللي كانت تاثر، كانت هون 28 من الجهه الثانيه 29 قيمتهم 29، صح؟ او العكس يعني كانت 29 28، صح؟ هاي 29 28 الان راح تتاثر. ليش راح تتاثر؟ لانه راح يصير في زياده بالهيدروستاتيك بريشر اللي كان 7، صح؟ مش كان، عشان اورجيكم هون الشغله هاي، مش كانت هون 7 الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر اندر نورمال كونديشنز. الان لما صار في باك بريشر صار في ضغط دم اعلى عليه، فالضغط اللي يمارس عليه مش راح يولد 7 بس، راح يولد 17، راح يولد 27، راح يولد 37، حسب والله المشكله قديش الها تعالجت ما تعالجت وهكذا. فبالتالي لما تيجي تجمع المحصلات، انت كانت المحصله هون عندك 29 وهون كانت عندك قديش؟ طرحتها من 28، صح؟ الان تخيل والله هاي السبعه صارت 17، فبدك تزيد بدل 29 صارت قديش؟ 10 صارت 39. فالنت فلتريشن برشر بدل ما كان هون موجب 1 صار هون موجب 11. موجب 11 معناته اذا الحركه كانت بهذا الاتجاه وكان يتم شفطها عن طريق الليمفاتكس هتصير موجب 11، وهي الموجب 11 ممكن تشفط شيء منها ولكن راح يظل موجود هون اشياء كبيره بالاخر ممكن تفوت على الالفيولاي تجمع السوائل هون. فهمتوا الفكره كيف؟ فاحنا لما كانت القوه المؤثره مقدار معين قدرت تتحمله الجسم قدر يستوعبه ويتعامل معه مشت الامور بشكل طبيعي كويس، لكن لما زادت لا صارت ولدت مشاكل، وهي المشاكل راح تسوي اعراض عند المريض مش سهله، تمام؟ فهي اول واحده اللي هي ليفت سايد هارت فيلير. الثانيه بنفس الميكانيزم ولكن هاي المره المشكله وين؟ في الفالف. الفالف هذا خليني بس امزح، هذا المايترال فالف اللي وظيفته دائما انه ينزل الدم، طبعا المايترال بسموه باي كاست يعني ثنائي الشروف، ماشي؟ المايترال هذا تخيل انه متضيق، معناته مش راح ينزل الدم من الليفت اتريوم الى الفنتريكل او راح ينزل بكميه قليله، فبالتالي راح يضل الدم يتجمع هون ويتراكم ويعمل باك بريشر وهكذا زي ما اتفقنا قبل شوي، او انه خربان، يعني بمعنى انه انا لما اجي اضخ الدم من الليفت اتريوم الى الليفت فنتريكل المفروض انه ينزل هيك ما يرجع، لو كان خربان وصار يرجع مثلا برضه راح يعمل تراكم للدم هنا وبالتالي يعمل باك بريشر يرجع للان، تمام؟ هذول الثنتين بحكي لك انه اما ليفت سايد هارت فيلير او المايترال فالف ديزيز، هذا بحكي لك شو بيسووا؟ بيزيدوا البلمونري فينس بريشر زي ما اتفقنا، بيزيدوا البلمونري فينس بريشر هون، صح؟ عن طريق الباك بريشر اللي عملوه ان بلمونري كابيلاري بريشر، هاي بلمونري فينس بريشر ورجعة لوين؟ عند بلمونري كابيلاريز اللي موجودات هون، وهذول بدهم يسووا ايدينا والميكانيزم شرحناه قبل شوي. اذا هذا اول سبب واشهر سبب للبلمونري ايدينا. ثاني سبب بحكي لك والله كل هاي الميكانيزمز البروتكتيف ميكانيزمز اللي شرحناها
لمنع التكون البلمونري دي من ضربها، فبصير في دامج للبلمونري بلاد كابيلاري ميمبرينز. هذا الميمبرين تبع الكابيلاريز صار له دامج اما نتيجه انفكشن او نتيجه استنشاق مواد سامه نوكشس سبستنس زي الكلورين والسلفر دايوكسيد. تمام، هاي الانفكشن خربت الكابيلاري ميمبرين، فصارت تسهل خروج ايش؟ صارت تسهل خروج المواد من الداخل، من داخل الكابيلاريز الى الخارج. فلما صارت تسهل خروجهم تسوي سوائل هنا، وهي تحطها بالجنرال باثولوجي بميكانيزم ستابون انفلاميشن، صح؟ اي انفكشن تسوي انفلاميشن وراح تسوي سويلينج، فراح تعمل هون تراكم للسوائل. فلما تتراكم السوائل الى حد غير طبيعي لا يمكن شفطه، راح تصير تفوت على الالفيولاي. مظبوط، اللي الالفيولاي لازم ما يفوتها ميه. فاذا اي انفكشن زي مثلا حالات النيومونيا، بتلاقي لو صورت المريض صوره اشعه بتلاقي في عنده انفلتريت موجود هناك، بتلاقي في عنده فعليا ايش؟ ميه موجوده جوا الالفيولاي. فاذا هذا بسبب بولمونر ايديما. تمام؟ طيب الان ليش احنا كناس طبيعيين ما بيصير عندنا ايديما؟ بمعنى بده يحكي لي شو السيفتي فاكتورز اللي عندك ربنا معطيك اياها مانعه تكون البولمونري إديما. هذا السلايد مهم جدا 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 جدا، دائما بيجي عليه اسئله وعند الحاجه ادرسوه لحاله لو ما ضلش معكم بولي. هسه راح تشوف في اشياء كثير راح تكون حاكينا، وهي الصوره تحت عشان تتذكروا الامور. اول واحده من الإديما سيفتي فاكتورز بسموهم لو بولمونري كابيلاري بريشر اللي هو 7، مش حكيها بالسيستم سيركيليشن كان 17، تخيل انه هون 17 راح يضرنا لانه راح يراكم السوائل هون، صح؟ وبالتالي صار في فرصه ان تروح السوائل على الالفيولاي. فبحكي لك انه الكابيلاري بريشر قليل، بينما الاوزموتيك بريشر بالبلازما 28 كبير، يعني عشان يحاول كمحصله لما جينا طرحنا 29 طرحنا منها 28، فكانت يعني خلت النت فلتريشن بريشر مقبول. فبحكي لك انه الكابيلاري بريشر كان 7 والاوزموتيك بريشر كان 28، هذا سهل انه الالفيولاي يضلها دراي. والكيف سهل؟ لانه حكينا المحصله النهائيه كيف كانت. ثاني شغله بحكي لك انه السيرفاكتنت اللي موجود بالالفيولاي بيقلل السيرفس تنشن. اللي السيرفس تنشن شو بيسوي؟ بيعمل اتراكشن للفلويد توورد الالفيولاي. فالسيرفاكتنت قلله، تمام؟ فهذا سهل عليك انه تحمي نفسك. ايضا انه في ريتش بالليمفاتيك سيركوليشن موجوده وين؟ هون. الا انها شو وظيفتها؟ تعمل ايش؟ تحمل كاري اني فلويد ريمينز اوت اوف ايش؟ الكابيلاريز. فاي فلويد بتجمع جوا الكابيلاريز هاي بتم شفطها عن طريق الليمفاتيك، فهي ريتش. هاي اشياء مهمه. اربعه بيحتاج درينج اواي اوف بروتينز باي كونتينيوس ليمفاتيك فلو، يعني اي بروتينز ضل موجود هون ضل كمان شفطها عن طريق الليمف فلو. كل ما ضل الليمفاتيك ماشي بصير في درينج اواي للبروتين. طيب ليش يعني حكينا البروتين؟ تخيل هنا مع وجود بعضها سوت 14، لو كان في كثير بروتين البريشر مش راح يضل 14، راح يصير اكثر، وبالتالي راح يولد قوة شفط اكبر. مظبوط؟ والنيجاتيف بريشر تبع ايش؟ الانترستيشال فلويد. هذول كلهم ساعدوا باتجاه انه يكون النت فلتريشن يساوي بوزيتيف 1 عفوا بوزيتيف 1 بهذا الاتجاه، صح؟ فهي الشغله خليها في بالكم. هذا السلايد مهم جدا كتعداد للنقاط، ودائما بحب احط صوره جنبه عشان ما تنسوا تفهموا بها. طيب الان هذا السيفتي فاكتور بحالات الكرونيك كونديشنز. كرونيك كونديشنز طلعوا شو قصدوا فيها؟ بحكي لك لما يكون البولمونري كابيلاري بريشر، بولمونري كابيلاري بريشر اللي هو حكينا 7 صح؟ ريمينز اليفيتد كرونيكالي، يعني اتليست اسبوعين، اللنج بتصير مور ريزيستنس انه تكون بولمونري اديما، يعني اللنج بتحاول تحل الموضوع بينها وبين حالها، ماشي؟ بتقاوم انه اذا كانت الموضوع الزياده هاي تاعت البريشر زياده مزمنه تدريجيه، بمعنى بتحاول اللنج انها تتاقلم مع الموضوع. كيف؟ بحكي لك لانه الليمفاتيكس هاي اللي انت شايفها شو بتصير تسوي؟ بتحاول تعمل اكسبانجن لحالها، تعرض نفسها عشان تحاول تمتص كميه اكبر من هاي السوائل اللي تجمعها. تمام؟ يعني بتحاول ان تحل المشكله بهالطريقه.
lymph vessels expand greatly. لما تعمل expansion بشكل كبير بتزيد الـ capability of carrying fluid، بتزيد قدرتها على انها تتحمل زياده بالفلود اللي يدخل فيها، تمام؟ away from interstitial space لمقدار تخيل 10 اضعاف، 10 اضعاف قدرتها الطبيعيه عشان، تمام؟ بعدين بحكي لك هنا الـ rapidity of death in acute pulmonary edema. لاحظ هون الانجيما بصير in acute بصير في death، وهذا death بيكون rapidly بالاكيوت، بينما بالكرونيك لو قالك انواع اخطر الاكيوت والكرونيك بتحكي له الاكيوت. طب ليش مش الكرونيك؟ الكرونيك الجسم بيحاول يتاقلم مع الموضوع عن طريق يعمل اكسبانجن للليمفاتيك فيزنز، تمام؟ الاكيوت شوف شو اللي بيصير فيها، بحكي لك لما البلمونري كابيلري بريشر هذا يزيد ولكن لو بمقدار ضئيل ابوف السيفتي فاكتور ليفل، ابوف السيفتي فاكتور ليفل اللي شرحناه قبل شوي، بحكي لك بصير في ليثال بولمونري إديما، ليثال قاتلة، بصير في بولمونري إديما، ولكن هاي بولمونري إديما تكون قاتلة، ممكن تحدث خلال ساعات وممكن خلال دقائق، طلع 20 إلى 30. طيب شو العاد يعني كيف يعني أبوب ليثال أبوب يعني الكابيلاري براشر يعني شو المقدار؟ بحكي لك هنا إذا كان الكابيلاري براشر اللي حكينا قديش كان؟ 7 صح؟ إذا هذا الكابيلاري براشر ارتفع بمقدار 25 الى 30 above the safety factor level، تمام؟ above the safety factor level، يعني لو كنا مفترضين انه السبعه كانت تساوي safety factor level لازم الارتفاع يكون اكثر من السبعه بمقدار 25 الى 30، يعني 7 زائد 25 مثلا، 7 زائد 30 عشان تسوي لي ايش؟ تسوي acute pulmonary edema وتكون قاتله بشكل سريع خلال ساعه، خلال مثلا ثلث ساعه الى ساعه. طيب مش انه صارت 25 30، لا above the safety factor بمقدار 25 30، انتبهوا لها ما فرقت فيها. طيب بالتالي بحكي لك بالاكيوت ليفت سايدد هارت فيلير شو اللي بيصير؟ بيزيد البلمونري كابيلاري بريشر اوكيجينالي ممكن يوصل لغايه قديش؟ 50 مليمتر مركبي، تخيل 50 يعني above بكثير. death ممكن يحدث in less than 30 minutes from acute pulmonary edema from acute pulmonary edema. طبعا هاي برضه الابوف سيفتي فاكتور ممكن يكون معناها انه احنا لما اجينا جمعنا كانوا 29 صح؟ بينما هناك كان 28 فطلع النت حوالي بوزيتيف 1 ماشي؟ فهون بحكي لك لو زاد نحكي تخيل هون 29 صارت 39 49 59 مثلا او وصلت 50 زي ما صار بالهارت فيلير ماشي، فزادت بمقدار محترم صح ولا لا؟ هذا المقدار ممكن يسوي اكيوت بلمونري إديما ويكون ليثال قاتل. هيك بنكون الحمد لله انهينا المحاضره وان شاء الله تكون سهله وبسيطه عليكم وما احتاجت منكم اي غلط. هذول السؤالين بتمنى تحلوهم، بدي تنتبهوا بس دائما على قراءه السؤال شو بده وبناء عليه تحلوا. بحكي لك هون the safety factor against pulmonary edema، يعني شو safety factor اللي بتمنع حدوث pulmonary edema include all the following except، يعني مباشرة شو بده؟ بده الخطأ، فإذا كلياتهم صح وواحدة خطأ. السؤال اللي تحت what keeps alveoli dry، فأنت بتروح تقرأ الخيارات والله هذا الخيار صح صح هذا الخيار صح، فإذا لقيت اثنين صح معناته بده الخطأ، تمام؟ هو السؤال أصلا بحكي لك شو الأشياء اللي بتخلي الالفيولاي dry، حلوهم ودوا الاجابات، تمام؟ انا هيك بكون انهيت المحاضره، بتمنى تكون سهله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.